6th graders. اليوم درسنا درس جديد بيحكي عن الريبرودكشن ان فلاورينج بلانتس. لما نقول نحن فلاورينج بلانتس يعني بلانتس ذات هاف فلاورز بهالطريقه. اذا this is a flower. So let's begin. First of all, خلينا بس نتذكر parts of a flowering plant. شو هني أجزاء الflowering plants؟ إذا منلاحظ أي plant عندها flower فبيكون واضح أهم organ فيها أو أهم part هو flower. بيكون عندها leaf اللي الجمع لأنه plural leaves. بيكون عندها stem الجذع نحنا شايفينه هو اللي بيكون above the ground فوق سطح الأرض. أما below فبيكون عندي roots جذور. طبعا هالروتس بيكونوا inside the soil بقلب التربة. إذا نرجع نعيد what are the parts of flowering plants. عنا الفلاور اللي هن بيجوا in many colors to attract pollinators. عنا leaves. عنا الستم الجذع هيدا اللي بيكون هيدا كلياته بنسميه aerial shoot اللي هو القسم العلوي اللي موجود بالهواء. بعدين under the ground عنا الروتس اللي هن الجذور. وطبعا هالجذور بيكونوا inside the soil. رح نبلش هلا بالparts of the flower. اذا تنقدر نعرف شو هن الparts of the flower تبعيت الflowering plants هن اربع main parts. That it is. بعد هيدي. اوكي. اذا المين parts of the flower عندي الستيمن البتلز السبلز والبستل. شو هني هولي؟ هلا الستيمن والبستل حنشرحهم لما نشوفهم بس. ولكن البتلز والسبلز هين كتير. البتلز هن الورق الملونين تبعون الفلاور. اما السبلز هن الورق الاخضر تبعيت الفلاور. سو مثل ما حكينا انه الفلاورينج بلانتس اهم بارت لإله هو الفلاور. هيدا الفلاور هو المسؤول عن السكشوال ريبرودكشن للبلانتس. بيكون فيه الميل ريبرودكتيف اورجان والفيميل ريبرودكتيف اورجان. سو لنتعرف على البارتس اوف ذا فلاور قلنا هي بتتالف من فور مين بارتس اللي هن قلنا البيستل مثل ما متذكرين البيستل الستيمن البتلز والسبلز. هلا قلنا البتلز والسبلز كتير هينين نعرفهم. البتلز هن الورق الملونين هولي. اذا بتلز collectively يعني كل ورقة منهم كل ورقة ملونة اسمها بتل. ولكن كلياتهم مع بعض اسمهم كورولا. خليني اكتب لكم اياها. اذا كل ورقة ملونة اسمها بتل. اما collectively يعني كلياتهم اسمهم كورولا. سو اختصارا للوقت انا عملت الشغلات اللي لازم اعمل لها ليبلينج. اذا رح نشوفن البتل كل ورقة ملونة اسمها بتل. مجموع الورق الملون اسمه كورولا. أما كل ورقة خضرة جست بيكونوا الورق الأخضر اللي بيكونوا جست under the flower كل واحدة منهم بنسميها سبل. مجموع الورق الأخضر اللي حوالين الفلاور بنسميه كالكس. شو وظيفته لهيدا لهيدا الكالكس أو لهول السبلز؟ وظيفتهم إن هن they protect the flower in the bud stage. منيجي على البتل شو وظيفتهم؟ they exist in many colors. هني وظيفتهم يعملوا attraction للpollinators mainly الانسكت يلي بيساعدوا بعملية البولينيشن. تاني او وتالت جزء او parts من الفلاورز اللي هن البستل والستيمن. البستل هن الفيميل ريبرودكتيف اورجان. اما الستيمن هن الميل ريبرودكتيف اورجان. طبعا البستل بيكون فيها ما دام هي الفيميل ريبرودكتيف اورجان يعني فيها الفيميل ريبرودكتيف سيلز. اما الستيمن بيكون في عندهم الميل ريبرودكتيف سيلز. طب البستل من شو مؤلفه؟ اول شيء البستل الى اسم تاني بنسميها كاربل. هي هيدا الجزء يلي بيكون in the middle of the flower بيقولوا باللغة العربية المدقة. إذا منشوفه عنده الهاد لإله الرأس اسمه ستيغما. والستيغما من فوق بتكون ستيكي لاصقة عشان يعلقوا عليها البوليني جرينز for pollination and fertilization later. بعدين عنده تيوب لايك بنسميه
ستايل وبالنهاية بيكون عندها الأوفري. طبعا بقلبها الأوفري بيكون عندي الأوفيولز، طبعا هلأ منشوفهم بالتفصيل. هيدي البستل هي الفيميل ريبرودكتيف أورجان، أما الميل ريبرودكتيف أورجان هو الستيمن. إذا منلاحظ الستيمن بتألف من تو بارتس، الهد لإله اسمه الأنثر، وهيدا الأنثر بيكون فيه البولين جرينز. هون البولين جرينز هن الميل ريبرودكتيف سيلز، وبيكونوا هالبولين جرينز ستاك to the flower by a mean of a thin tube بنسميه filament. إذا الأنثر والفايلمنت بيعملوا الستيمن اللي هو الميل ريبرودكتيف أورجان، أما الستيجما الستايل والأوفري بيعملوا البستل أو الكاربل اللي هي الفيميل ريبرودكتيف أورجان. هلأ بدنا نيجي على الميل وعلى الفيميل ريبرودكتيف أورجان بالتفصيل. هلأ صغرنا الرسمة هون قد ما فينا ونكبرنا بس البستل اللي هو الفيميل ريبرودكتيف أورجان تنشوفه بالتفصيل. إذن أنا هلأ بدي أحكي عن البستل. البستل اللي هي الفيميل ريبرودكتيف أورجان أو منسميها الفيميل بارت أوف ذا فلاور، بتتألف من 3 بارتس ستيجما، وهي بتكون ستيكي بتكون لاصقة، وهي ريسيفز ذا بولن، هي اللي بتستقبل البولن جرينز. الستايل holds up the stigma هو اللي بيحمل الستيجما، وبالنهاية at the base بيكون عندي الأوفري اللي هو بيحتوي الأوفيولز. مين هن الأوفيولز؟ هن الفيميل ريبرودكتيف سيلز، وهن هدول لما يصير fertilization هن يلي بيتحولوا to the seed بيعطوا البذور تبعية النبتة. إذن رح أكتبها الأوفيولز هن الفيميل ريبرودكتيف سيل. وإذا بتلاحظوا بيكونوا موجودين inside the ovary، يعني هيدا هون هيدا أوفيول وهيدا أوفيول. إذا من الرسمة بس هون إذا بعدهم عندي 6 ovules، يعني عندي 6 seeds. طيب إذا قلنا الأوفيول بعد الفيرتلايزيشن بيتحول لسيد للبذره، وهي هيدا البذره يلي بيرجع بيكبر منها أو بتعمل new plant. بس الأوفري هيدا بيكون الفروت أو الفواكه اللي نحنا بناكلها، إن كانت تفاح أو ليمون إتسترا، طبعا after fertilization. هون كبرنا البار تبع البتل والسبل ليكون أوضح. البتلز قلنا هن الورق الملون وبيجي in different colors in order to attract pollinators. طبعا كل ورقة منهم اسمها بتل، أما collectively they are called corolla. السبلز هن الورق الأخضر، كل ورقة منهم اسمها سبل، collectively called calyx، وطبعا هن وظيفتهم to protect the flower in the bud stage لما تكون بعدها عبارة عن برعم. آخر part بدنا نمرق عليه بالتفصيل هو هيدا البارت من الفلاور يلي اسمه الستيمن، طبعا يلي بيحمل الميل ريبرودكتيف سيل اللي هو اصلا الستيمن هو الميل ريبرودكتيف اورجان. اذا الستيمن هيدا هو هون، هيدا كله اسمه ستيمن، بيتالف من تو بارتس، الانثر الهد لإله يلي بيكون بيحتوي على البولنز على حبوب اللقاح. اذا هون بيكون البولنز، ففي بعض الكتب بتسمي الانثر هو البولن ساك، هن الكياس يلي بتحمل البولن. اما شو هو البولن؟ اذا that it is the pollen. البولن هن الميل ريبرودكتيف سيل، اوكي. اما كلها الستيمن كلها ككل هي الميل ريبرودكتيف اورجان. طيب الستيمن من شو بيتالف؟ بيتالف من انثر وفايلمنت، هيدا التيوب الرفيع لإله. طب شوفي بقلب الانثر بيكون فيه البولينز اللي هن الميل ريبرودكتيف سيلز. اذا نرجع نراجع مراجعه سريعه، البستل هي الفيميل ريبرودكتيف اورجان، وبيكون بقلبه الفيميل ريبرودكتيف سيلز اللي هن الأوفيولز. إذن هون بيكون عندي الأوفيولز اللي هن فيميل سوري ريبرودكتيف سيلز. أما الستيمن هو الميل
reproductive organ. وبيكون مؤلف من two parts اللي هن الأنثر والفايلمنت، وبيكون بيحتوي على الميل ريبرودكتيف سيل. شو اسمهم الميل ريبرودكتيف سيلز؟ اسمه البولين جرينز. كيف بنرسم هالبولين جرينز؟ هي هون حبيبات صغيرة بيكونوا موجودين بالأنثر of the stamen. عشان هيك منسمي الأنثر هو البولين ساك، كياس بتحمل البولين.